أكيد يعني اللي عم يتابع المشهد السوري اليوم بيعتقد أنه ما في أي أمل وكتير الصورة مظلمة ومعتمة وضبابية. طبعاً في أمل، بيضل في سوريين بيذكروك بالداخل وبالخارج أنه في ثورة، في ثورة حقيقية طلع من أجل الشعب السوري، بغض النظر أنه اليوم تحولت لحرب أو صار في حرب عالمية. طبعاً لأنه هي كانت ثورة حقيقية بصراحة، وخوف العالم من نجاح السوريين بالوصول للديمقراطية. بسوريا في أمل، في مشهد مشرق. لازم نمتلك إيمان موحد بأنك أنت رح توصل لهدفك، هدفك النبيل، هدفك بدولة الديمقراطية، بدولة العدالة، بدولة الحرية والقانون والمساواة. وبالتالي اليوم الشعب السوري بأكمله، كل واحد فعلا عاد ويدفع نفس الثمن اللي قبل أنه يضحي فيه من أجل أن يقبل بحكم حافظ أسد.